والماتش كان مزيان تكتيكمون، كانوا مزيانين و المهم فرحوا الجمهور المغربي. وفرقة زعما في المستوى الكبير زعما. واش بغيت نقول لك اللي كان مهم وهو التكتيك، وكان السون فروا ولعبوا داك اللعب اللي تبعوا الخطه ديال الاربي ديال لونترينور. والحمد لله الجمهور فرحونا وفرحوا الجمهور المغربي، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله باش يديو لنا الكاس ويفرحونا، واول فريق بعدا كيربح الزمالك في مصر، اول فريق مغربي اللي ربحوا، والحمد لله وهذا الشيء اللي كاين فرحونا، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. لعبوا مزيان، ماركوا عليهم بيلانتي ودوزوا ماتش مخير كاع مايور. الوداديين سي مايور دي جوور، وفرقه مزيانه وديما حمراء وديما وداد. الماتش ديال البارح ديال الوداد الدراري كانوا رجال البارح، ولعبوا وتقاتلوا وحمروا لنا الوجه للمغرب. هادي الوداد اللي كنعرفوا ديال السبعينات والثمانينات، ووليد الركراكي مايور اونترينور في المغرب. بحال الماتش ديال البارح بحكم الوداد البيضاوي كتمثل المغرب، وكاع كنشجعوا حنا كرجاويين، ولكن حتى فريق الزمالك كان في واحد المستوى هائل شي شويه، كان هابط في المستوى، يعني هذاك الزمالك اللي كنا كنعرفوا مقارنة مع 2015 العصبة الأبطال اللي كانت فاتت ديال 2020 فاش كانوا تلاقاو مع كونتر الرجاء، كان الزمالك ديك الساعة في المستوى، وحتى اللاعب من الشرقي ما كانش. أنا كيجيب لي الله بحال كان 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 في كان في صالح الوداد، ولكن المهم هذا الشيء كامل كتعتبر كرة القدم، وهنيئا للوداد وهنيئا للرجاء البيضاوي، واستحق ثلاثة النقاط مادام خارج الميدان وتلعب بداك المستوى بداك النهج، استحق ثلاثة النقاط. وبسم الله الرحمن الرحيم. واحد مشينا لمدينة مصر باش نحققوا نتيجة إيجابية، حقنا واحد ثلاثة النقاط اللي هما جد مهمين كنا محتاجين لهم. كنبغي نشكر جمهور فريق الوداد البيضاوي اللي مشى حتى لمصر، وحققنا واحد ثلاث النقاط اللي صراحه اللي مشيو بعيد. طوينا هذه المقابله هذه، باقي نمشيو الاسبوع القادم مدينه انغولا باش كاينه واحد المقابله اللي صعيبه لمقابله ساغرادا، حتى هي الحمد لله نحاولوا فيها نحققوا فيها ثلاث نقاط، ونفكروا في المقابله ديال بيترو اللي غتكون بمدينه الدار البيضاء، وغتكون امام انصار فريق الوداد البيضاوي، ونحققوا فيها حتى واحد ثلاث نقاط، وباش نمشيو بعيد في هذه المسابقه هذه، ونهديو جمهور فريق الوداد البيضاوي اللقب عصبه الابطال الافريقيه، ونهديو لهم حتى اللقب ديال البطوله الوطنيه. وشكرا. الرأي ديالي أنهم كانوا لعبوا مزيان البارح، والحمد لله حققوا 3 بوان اللي كانت مهمة بالنسبة لنا حنا الجماهير الودادية، وأنهم ضمنوا التأهل المرة السادسة على التوالي. فكنبغي نشكر اللعابة على القتالية اللي داروا البارح وعلى المجهودات ديالهم، وكنبغي نوصل واحد الميساج للعابة والمدرب بلي حنا راه معاهم، واخا كنسبوهم واخا شحال من حاجة، ولكن راه عندنا غير على النادي وغير عليهم، كنبغي ديما نشوفوهم فوق الفوق، ونكونوا ديما فرحانين معاهم، نكونوا في البوديوم إن شاء الله. وتحية للعابة على الماتش اللي قدموا لنا البارح، وإن شاء الله في آخر السنة نكونوا إن شاء الله في البوديوم، كوراج والنفس الزايدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.